السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. معكم الاستاذ عصام. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نشرح لكم دراسه دلاله اللوغاريتم، يعني الالم، بالنسبه للتلاميذ ديال البكالوريا. دونك كيف كتعرفوا ان دراسه الدلاله في الامتحان الوطني كتكون عليها نقط كثيره بزاف، يعني كتراوح النقط ديالها من 8 حتى 12 نقطه كلها دراسه الدلاله، ياك. هنا ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم بالتفصيل كيفاش نتعامل مع دلالات اللوغاريتم وكيفاش نحاول نجاوب على جميع الاسئله. دونك انتبهوا معايا. دونك كيف كنشوفوا هنايا، نعتبروا الداله العدديه اف المعرفه على صفر بلس بانتيني بي. دونك دائما نرد البال الاسئله ديالي نقرا المساله ديال الداله نقرا من الاول، ما نزكر حتى شي حاجه، معرفه على صفر بلس بانتيني. دونك هذا المجال هو اللي غنبقى خدامين عليه في الدراسة ديالنا كاملة. هذا هو المجال ديالنا. الدالة كالتالي: f x كتساوي جوج زائد ln x على جذر x، ياك. احسب ليميت x كيكون إلى صفر، x كيكون إلى صفر، هذه كتعني x يكون إلى زيرو بلس، يعني زيرو على اليمين ديال الدالة f x، ثم ليميت بلس تانين f x، ثم إعطيه تأويلا هندسيا للنتيجتين محصلتين. دونك هنا شنو خصنا نعرف؟ مادام تيقول لي حسب لي هذه لو ليميت بحال هكا، ليميت في زيرو بلوس وليميت في بلوس 30، وعطيني تأويل مباشر، تأويل هندسي، عرفوا بأن هذه غتخرج، غتخرج لانفيني، وهذه غتخرج عبارة عن عدد. وحنا نقولوا علاش، غنعطي لكم تذكير لبعض القواعد، هانتوما انتبهوا معايا جيدا. دونك أول حاجة نرد البال، كيفاش نحسب على النهاية؟ النهاية ترى هي شوية تكون صعب، ولكن مع الممارسة والتطبيقات غتولي نعرف كيفاش نتحايل معاهم ونحاول نجاوب على جميع النهايات. دونك راه كنتردوا معايا هنا، ليميت اكس كيكون الى صفر بلس، هي هذه ديال اف اكس، هي بعدا هي ليميت اكس كيكون الى صفر بلس. نكتبوا الداله ديالنا جوج بلس ان ان دو اكس الكل على جذر اكس. واخا اول حاجه اش كندير انا هنا؟ لو بغيت نجاوب على النهايه تنمشي تنحاول نذكر فراسي، كنجبد في فراسي النهايات اللي هما النهايات الاعتياديه ديال ال بي اكس. شنو عندنا؟ ليميت اكس تونفير زيرو بلس ديال ال بي اكس كتساوي موان لانفيني، ياك. وعندي كذلك ليميت اكس تونفير زيرو بلس ديال اكس فوا ال بي اكس، فهي تتساوي زيرو. دونك هادو كنجسدو قدامي، هادو قواعد عندنا كنجسدو قدامي. علاش؟ حيت جوجهم كيكون تيقول فيهم الاكس الى زيرو بلس، وعاد تنشوفو انا الداله ديالي بانني غادي نحتاج وحده من هاد لي ليميت، وحده منهم، ياك. ديما كنحط في راسي بحال هاد المسائل، بحال هاد القواعد كنحط في راسي تنقول انا غالبا غادي نحتاج وحده من هاد القواعد هادو. دونك اول حاجه شنو كنديرو في النهايه؟ كنديرو التعويض، ليميت يلاه نبداو نعوضو، ليميت في زيرو بلس ديال ال دو اكس شحال كتساوي؟ هي قاعده كتساوي موان لانفيني. ليميت في زيرو بلس بيان سور هذا موان لانفيني زدتي على جوج ما تغيرش، تبقى موان لانفيني. ليميت في زيرو بلس ديال جذر اكس، ياك، هي بالفعل هي زيرو بلس، حيت جذر زيرو هو زيرو، ما عندناش مشكل، اللي كتساوي زيرو بلس. دونك كنحسبو في الاخير، كنحسبو على موان لانفيني، ياك، مقسومه على زيرو بلس. هاد الموانفين على زيرو بلس راه ماشي شكل غير محدد، باش تردو البال اشكال غير محدده كاين اربعه عندي، فهمت؟ الاشكال غير محدده اللي خصنا نعرف صفر على صفر، ياك، بليزو موانفين على بليزو موانفين، هادو هما الاشكال غير محدده. عندي بلوس لانفين موانفين او لا موانفين بلوس لانفين، هذا شنو معناتها؟ الجمع، يعني ما يمكنش نجمعهم ماشي الضرب، حيت بلوس لانفين في موانفين هي موانفين، موان في بلوس هي موان، موان في موان هي بلوس بيان سور، ولكن الجمع ديالو لا يمكن، كيتسمى شكل غير محدد. وعندي صفر مضروب في بلوس وموان لانفيني، هادو كلهم اشكال غير محددات. من غير هاد الشيء التلاميذ الاربع عليكم راه ما كاين حتى شي شكل غير محدد، اشكال غير محدد، ياك. اربعة كاينين نعقل عليهم مزيان، انتما نخليكم باش تشوفوا. من غير هاد الشيء راه حتى شي حاجة ماشي غير محدد، موان لانفيني على زيرو بلوس بسهوله شناهي كتدخل في داك القضيه ديال ال على زيرو. وملي كيكون عندي ال على زيرو كنشوفوا الاشاره ديال داك العدد ال، اذا كان داك العدد ال كبر من صفر وقسمتيه على زيرو بلس كتعطيني اسيدي، كتعطيني بلس لانفيني.
كذلك إذا كان L أصغر من الصفر على 0 بلس مثلا كتعطيني موال لانفيني إلى آخره L صغر على 0 موال هي بلس لانفيني موال الموال نفس الشكل بالنسبة للموال لانفيني على 0 بلس راه داخلة في هاد العائلة ديال هادو راه داخلة بالشكل ديال العدد على 0 بحال هكا دونك تسالبه بحال قلتي عدد من سالب على 0 بلس راه هي موال لانفيني غير هانتوما تابعوا معايا ما غاديش أنا نكتبو بحال هكا هذا جواب ماشي خطا رياضي ما كتبليش انا موالفين على زاوية بس انا هنا كنحاول نفهمكم في هذا الفيديو دونك حنا عرفنا دابا النتيجه ديالها عرفنا هاي عرفنا النتيجه ديالها نكتب ليه النتيجه قلنا هي موالفين ولكن انا ملزم انني نعطي التعليل للجواب ما نمشيش نقمر بحال هكا وندير لها هكا امبوسيبل هكا غادي نقسم لي النقطه على نصفين على جوج فيها مثلا فرضوا مثلا السؤال على القطر أعطيني نص نقطة حيت ما عطيتش التعليل بالضروري يبيع التعليل شوفوا التعليل كامل التعليل مدقق ما يمكن خاصك تدقق عليه جميع التفاصيل ديال التعليل لأن شنو عندنا ها انتم ليميت إكس كيقول إلى زيرو بلوس ديال إل دو إكس كتساوي موال لانفيني ها وحدة أي ليميت إكس كونفير زيرو بلوس ديال داك جوج زائد إل دو إكس تتبقى موال لانفيني ياك حيت موال لانفيني زدنا على جوج هي موال لانفيني هذا كنشرح ياك هو لدينا هو الليميت اكس كيؤول الى زيرو بلس ديال الجذر اكس تساوي زيرو بلس صافي هادو هما التفاصيل ديال والشرح ديال هذا الجواب ديالي علاش الليميت ديال هذا ها هو هذا اللي عليه موال لانفيني زدنا على جوج بقات والليميت ديال تحت هي بلس وهو اوتوماتيكمون استاذ يفهم بان موال لانفيني على زيرو بلس راه هي موال لانفيني نكون شرحت له بالتفصيل انا بالنسبه للتاويل الهندسي لهذه النتيجه دونك شنو كنلاحظ الليميت في زيرو بلس في عدد اعطاني لانفيني وكتقول لي واحد القاعده ياك كاينه واحد القاعده كتقول خصني نكون ضابط القواعد ديالي وانتم الله يعينكم بغيتو القواعد ما تلقاوش مشكل كتبوهم كتبوهم باليد ديالكم بخط اليد ديالكم الليميت ديال القواعد القاعده هكا تدبروهم ديما تبقى تحطو حداكم القواعد كون صاي تحفظو ليكم تيكون لك اسيدي ليميت اكس كيمول الى عدد ا بلوس ولا موان ديال واحد الداله كيساوي ليا لانفيني اش كنقول في هذه الحاله التعويل الهندسي شنو هو تيكون المستقيم ديال المعادلة ياك ديال المعادلة اش اكس ايكال ا هاد العدد انا اللي درت فيه اللي كيتسمى مقارب عمودي لسيف تو سامبلومون هادي قاعدة ديال سيف دونك ليميت نديرو هنا بلون مغير كنت تعقلو عليهم ليميت عندما يؤول اكس الى ا بلوس ولا موان كتعطيني لانفيني بيان سور ها كتساوي هذه كتساوي سيدي هي هذا هي التأويل الهندسي ديالها ياك وكاينه القاعده الثانيه ليميت اكس كيقول الى بلس ولا موال لانفيني كيعطيني عدد ينتمي الى ار بيان سور ياك ديال اف دو اكس تيساوي هذا ماذا اقول انا في التأويل الهندسي المستقيم ديال المعادله ياك كيكون مستقيم المعادله اكزاك ايغال داك العدد يتسمى ماذا مقارب افقي ياك لي سي اف شكون هو سي اف راه هو منحنى الداله اف غير باش نفهمو ياك منحنى الداله اف بجوار بجوار بلس لا موال لانفيني فين خدمت انا نهاية ديالي هنا ما كنتكلموش على الجوار ما حقاش هنا كان حنا كنقولوا كنديروا اكس او الى عدد دونك هنا ما كنحلوش بالضروره نحدد الجوار ديالنا داكو نخليكم اللي تكتبوا هذه القواعد هذو وراه بيان سور راه عندكم بغيتوا تحفظوا القواعد انا نديكم الطريقه تتشد واحد الورقه وكتكتبهم بيدك كوم سا كتكتب ماشي تكتب غير باش تكتب ولكن كتكتب وكتمعن فيهم المستقيم ديال المعادله اذا كانت عندي هذه الليميت بحال هكا هكا كنقدر نجاوب دونك هنا بالنسبه لنا ليميت في زيرو بلس ديال الداله اف اكس خرجت لي لانفيني دونك انا في هذه القاعده شنو غادي نتبع ومنهم
المستقيم ياك ديال المعادلة ياك ديال المعادلة x إيكال داك العدد اللي أنا خدمت فيه اليوم زيرو كيتسمى مقارب عمودي لي سي دي إف. شكون هو سي دي إف؟ هو منحنى الدالة إف. هذا هو الجواب ديالي صافي. خليكم تشوفوا شنو هذا الشيء باش أنا نمسح الجواب ونكملوا النهاية الثانية ديالنا. نمسح هنايا ونشوفوا النهاية الثانية ديالنا. بلس لانفيني x تنفر بلس لانفيني ديال f دو x هي الليميت x كيروح الى بلس لانفيني ديال جوج زائد ln دو x على جذر x. دونك هانتوما ضاربين عليكم دائما في الليميت اول حاجه كنديرها هي التعويض. دونك انا كنمشي مع راسي كنقول شنو هما القواعد ديال الليميت اللي كيروح x بلس لانفيني ديال ln نحطهم تنجزدهم كان عندي شي ورقه نواصل تنجزدهم بزاف هكا. عندك اسيدي ليميت اكس تنفر بلس لانفيني ديال ان دو اكس كتساوي بلس لانفيني. هذه قاعده عطيناها لنا في الدرس ديالنا خصنا نكونوا حافظينها. وعندنا كذلك ليميت اكس تنفر بلس لانفيني ديال ان دو اكس على اكس تتساوي زيرو. كنجسد هذه القواعد قدامي يعني تنقول كنعطي لراسي واحد الاحتمال يعني انا غادي نبحث واحد القاعده من هادو اما نخدم بهم وحده فيهم ولا نقدر نخدم بهم بجوج تنشوف انا على حساب الداله ديالي كيفاش غادي نحاول نجسد هاد النهايات كيفاش نحاول نجبدهم من هنا. هكا كنتقول هذا المعنى هكا كنتقول بعدا على الدخله سمحوا لي على هاد الكلمه ولكن كنحاول نعطيكم واحد الشرح اللي هو مبسط ويكون مقربكم مزيان كيفاش كيفاش نتعاملوا مع 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 الداله بصفه عامه. دونك اول حاجه قلنا غادي نعوضوا ليميت بلس 30 الى ديك انا حافظها هي بلس 30 زدتي على جوج هي بلس لانفيني والليميت بلس لانفيني جذر اكس هي بلس لانفيني بلس لانفيني على بلس لانفيني هذا هي شكل غير محدد بيان سور ياك ها هو شكل غير محدد. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير شي حيلة من الحيل ديال الريديات اللي هي غادي باش تكون اما التعميم ياك اما التفريق. غنفرق ندير جوج على جذر اكس زائد ان دو اكس على جذر اكس ونشوف شنو غادي نطيح يعني كنحاول ما امكن. دونك كاين عاوتاني طريقه تقنيه ديال تغيير المتغير يعني تقدر تغير المتغير كامل تغيره حتى هذه تنفع مثاليا. دونك انتم انتبهوا معايا يعني كاين بزاف ديال الطرق وكنحاول انا بالممارسه تنولي كنعرف كيفاش نخرج راسي من كيعطيني شي نهايه صعبه بحال هكا. دونك هنا جوج نقدر ندير تغيير متغير ويسلكني انت التغيير المتغير كنكتبو نضع مثلا داك جذر اكس ما عجبنيش غنبدلو غندير ليه هو دي ياك جذر اكس كيساوي دي. اذا شحال تساوي اكس؟ اكس صغيرة. دونك باش تولي هادي اكس خصني نديرو لها المربع ياك. دونك اكس كتساوي تي مربع حيت جذر اكس مربع هو اكس كتساوي تي مربع ياك. في التغيير المتغير فهمتها كاين بزاف د الشروط خصني نغطيو مزيان ولدينا اكس فين كيقول اكس ديالي كيقول لي بلس لانفيني. اذا حتى الديفينات وين تكون في نظركم تتجي حتى هي بلس لانفيني حيت انت اكس كيقول بلس لانفيني وهاد تي هي جذر اكس. دونك تي هي جذر بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك ملي كندير انا تغيير متغير كنرد البال كل شيء ومن بعد كنكتب له ومنه النهايه تصبح يعني كتولي بحال هكا كتبقاش عندي فيها مجهول واحد كتولي ليميت تي يقول الى بلس لانفيني ديال جوج زائد ln دو تي وزدنا حيت اكس هنايا على جذر اكس حطيناها هي تي على تي. ها مزيان. دونك هنا شنو نقدر ندير؟ هنا غادي ندير ما يسمى بالتفريق. انا كتبت لكم بالاحمر غادي ندير واحد التقنيه كتسمى التفريق. التفريق من خلال الجمع. التفريق الجمع. دونك هذه التقنيه تنقدروا كنفهمها بزاف تنتبهوا بها. بعض الاساتذه ما كيقولوش هذه القضيه هذه كيقول لك التعميم كيقول لك الضرب في المرافق ولكن التفريق ما كيشيروش ليها
بزاف. كيفاش غندير الاشتراك؟ هانتوما شفتو سامبلومون، هادي غادي ندير جوج على تي زائد علان دو تي كاري على تي، نحولها هكا، هي ليميت تي تونفير بلوس لانفيني ديال جوج على تي زائد باش من باش نزرب النيت وما نضيعش الوقت بزاف، زائد جوج علان دو تي على تي. انا نشرح لكم علاش، علاش انا تفكير ها واحد التفكير غنديرو هنايا ياك، تفكير عندي قاعدة، عندي قاعدة كتقول ln ديال تي أوس ألفا اش كتساوي؟ تتساوي ألفا ln دو تي، تسمى قاعدة من داك القواعد ديال ln اللي قرينا، داكشي علاش ln دو تي كاري تحولات إلى جوج ln دو تي. تخيل الوغ عندي واحد الحاجه درنا صافي حنا وصلنا لهنا، جوج على تي شنو هي؟ جوج على بلس لانفيني، ودائما مفهوم ما تنساوهاش عمرك ما تنساوها، عدد على لانفيني دائما كيساوي صفر ياك، عدد على لانفيني كيساوي ليا الصفر. هادو بعض القواعد خصني دائما يكونوا في راسي صافي. ليميت لوغسكو تي يؤول الى بلس لانفيني ديال ان دو تي على تي راه بحال اللي تكلمنا عليها قبيله، هي ان دو اكس على اكس، وهذه عندي قاعده ليميت ان دو تي على تي هي صفر، هي صفر، جوج صفر صفر زدتي عليها صفر شنو غيعطيني النتيجه؟ هي صفر. وكنجي تنشرح ليه الله يرضي عليكم بحال اللي قلنا ضروري نتعلم، لان ليميت تي يؤول الى بلس لانفيني ديال ان دو تي على تي تساوي ليا صفر، وكذلك وحتى ليميت تي تونفير بلس لانفيني ديال جوج على تي تساوي صفر. انا كنكون شرحت بما بادق التفاصيل الجواب ديالي، ها متفقين؟ دونك بالنسبه للتاويل الهندسي، دونك هذا ليميت ديالي، ليميت ديالي في اكس شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا سيدي زيرو، يعني خرجت ليا عدد ليميت اكس كيؤول الى بلس لانفيني، خرجت ليا عدد شنو كنقول التاويل الهندسي، هذا هو التاويل الهندسي. ومنهم المستقيم دي المعادلة إيكغال إيكغال داك العدد اللي خرج ليا بحال اللي كنت درت قبيلة في القواعد، إيكغال إيكغال زيرو شنو كيتسمى؟ مقارب أفقي. ومن بعد غادي نشوفو كيفاش غادي نرسمو المقارب الأفقي والمقارب العمودي. مقارب أفقي لي سي دو إف لي هو المنحنى ياك، هنا كنتكلمو على الجوار، بجوار بلس لانفيني، يعني بجوار فين أنا خدمت، فين خدمت النهاية ديالي، بجوار بلس لانفيني، متفقين؟ دونك مقارب أفقي، نخليكم تشوفو هادشي باش أنا نفهم نكملو الأسئلة اللي جايين. دونك قلنا إذا إذا زيرو مقارب أفقي بجوار بلس لانفيني فين حنا خدمنا النهاية ديالنا، ياك؟ نعاود شوية. ليميت اكس كيؤول الى عدد 0 بلس ولا 0 موان عطاني لانفيني، دونك اش كنقول؟ المستقيم ديال المعادله اكس على 0 كيكون مقارب عمودي لي سي اف منحنى الدلال. وبيان سور هذه هضرنا عليها، ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ولا موان عطاني عدد، دونك كنقول المستقيم ديال المعادله ايكغيك ماشي اكس، ردوا البال ايكغيك داك العدد اللي خرج ليا صفر كيكون مقارب افقي للسي اف. اوكي هنا من بعد غادي نشوفوا قلنا في المنحنى كيفاش نرسمو، نخليكم تشوفوا الجواب ونرجعوا نكملوا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذا الفيديو.